السلام عليكم، معكم دكتورة أحلام أبو عركي من جامعة الكويت قسم العلوم البيولوجية تخصص الدقيق علم النبات أو علم بيولوجيا النبات. التخصص جدا مهم لمعرفة النباتات وأساس النباتات في إنتاج الطاقة، طرق نشأتها، انتشارها بالعالم، طريقة مقاومتها، لأن النباتات جدا جدا مقاومة، لأنها بالنسبة حق الكائنات الحية الثانية هي ما تقدر تتحرك وما تقدر على الهروب من مكان إلى آخر، فطريقة مقاومتها جدا عظيمة. كذلك هي مهمة، أن أجزاء النباتات جدا مهمة في من ناحية الاقتصادية والاستعمالات اليومية اللي احنا نستعملها. وعندنا طبعا الحين مع تقدم العلم اللي هو إنتاج البايوفيول اللي احنا نسميه أو الوقود الحيوي، أيضا تقريبا ربع الأدوية اللي يتم علاج المرضى فيها تكون أساسا من إنتاج نباتات طبية. فكل هذه الأشياء تدخل من ظلم عند النبات وإحنا نقوم في تدريسه في تخصص علم النبات. في بيئاتنا جدا جدا مهم هذا التخصص. صحيح إن بيئتنا صحراوية، بس ما يمنع إن هي يوم من الأيام تصير بيئة زراعية لو قمنا في استصلاح الأراضي، لأن علم النبات حتى يقوم في دراسة التربة وأجزاء التربة واستصلاح الأراضي حتى الزراعية. فما يمنع إن إحنا نواكب الدول الثانية ونقوم في الأمن الغذائي اللي يكون محلي عندنا، بدل ما نستورد الأغذية أو المنتجات الغذائية من الخارج، ممكن يكون عندنا أمن غذائي مستدام داخل بيئاتنا في المنطقة. ممكن الحين النباتات حتى أنها تعدل من الناحية الوراثية والجينية لإنتاج أو تحسين الصفات الغذائية أو القيمة الغذائية في الغذاء أو النباتات اللي نستخدمها كغذاء. أنصح التخصص هذا للطلبة بالنسبة حق سوق العمل، يقدرون يشتغلون في مجالات بحثية بحتة، مثل عندنا معهد الأبحاث، الثروة السمكية والزراعية، البيئة. ممكن يحبون يشتغلون في مجال التدريس إذا كان في وزارة التربية أو إنه في جامعة الكويت أو التطبيقي. بالنسبة حق نصيحتي للطلبة، كل اللي حاب إنه يتخصص في مجال العلوم البيولوجية، أنا ما أقول إنه والله تخصص النبات هو أحسن من تخصص العلوم الأخرى البيولوجية. إحنا كلنا بالنهاية علم متخصص في الأحياء، الأحياء متنوعة، فالمفروض أن الطالب هو شغفه شنو اللي يحب أنه هو يتخصص فيه ويكمل فيه، لأن إذا كان عنده الشغف هو راح ينول أو يحصل على التفوق، لكن إذا ما كان فيه شغف بالنسبة للتخصص ما راح يتفوق فيه. فنصيحتي للطلبة أنه لا يركزون بس أنه والله أنا شنو أبي أشتغل أو أنا شنو سوق العمل. ممكن أنت تركز على مجال أبحاث، والمجالات الأبحاث واسعة سواء كانت محلية أو عالمية. المهم أني أنا أدرس شيء لي شغف فيه، ومسألة العمل أو الوظيفة يحققها إن شاء الله الشغف والتفوق.